يا اخي زول 24 ساعه جرائد كوره وقروش كوره واجتماعات كوره وونست كوره والدائره الكوره يجيوا يقصدوا يجوه الناس مخصوص يتلموا عشان ينضموا معاه في الكوره كويس معلومات كوره قلبه وحماسته كويس وقلمه يسخروا لشنو الكوره في عباده اكتر من ده والله ما لاقي منك ده اللقاه النادي ربنا ما لقاه هاي الرياضه في جسمك ده ما في قلبك رياضه ري جسمك ده ما تريض قلبك ده قلبك ده لله جسمك ده اجري وجك وانقلب الهوبه والعب جمباز وامشي الصين لكن قلبك ده تدي لي نادي تدي قلبك لنادي لفريق حول الله بالله يعني يا اخي ده اندماج يعني زول يقول لك قال لما نجيبه جول ممكن يموت تجيب سكته قلبيه يمشي يقول لي الله يا زول الكثر شنو يقول له جابوا في هلال جول ولا جابوا في المريخ جولين عليك اشوف اسود يا اخواننا معقول وناس ناس كوره يدون عربات عربات في شنو قال عربات قال العربات ما لاقينا نحن العربات ما لاقينا ناس دارفور والله يا اخواننا الكوره اله صارت اله يعبد من دون الله افرايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا ميراث للعمل الدعوي.